كثير من الناس يتلفظون باقوال مثل قولهم الله الله الله، وهذا ليس بكلام توحيد كما تعلمون، لكن ماذا تقولون في قوله سبحانه وقل الله ثم ذرهم في غضهم يلعبون؟ هذا يقولون، هذا من الصوفيه يقول الله 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 او هو 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 هو، هذا كلام باطل لا يجوز، هذا ليس بشرع ولا ذكر. الله 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 من طرق الصوفيه الذين اوجدوا عبادات واحدثوا عبادات ما لها اساس في الشرع، وهؤلاء موجودون في بلاد كثيرة، في الشام وفي مصر وفي افريقيا وفي كل مكان، ولهم أذكار خاصة أحدثوها وطرق أحدثوها باطلة لا ينبغي تقليدهم فيها، بل ينبغي ينصحوا ويحذروا منها. هم إذا اجتمعوا ذكرهم هذا الله 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 أو هو 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 هذا منكر. أما قوله جل وعلا ثم قل الله ثم ذرهم، هذا تابع لما قبله، إن الله الذي أنزل خبره محذوف وقتل خبره محذوف، مثل ما لو قلت من الذي خلقك تقول الله الله الذي خلقني، هذا كان معروف. او قلت من يحيي الموتى تقول الله، من خلق من فعل كذا وكذا، من انزل التوراه من انزل الانجيل تقول الله، هذا كلام تام. وقاعده ان الخبر يحدث اذا وجد ما يدل عليه، فاذا قال لك انسان من الذي قام تقول زيد، يعني قام زيد، هذا الفعل لان هناك ما يدل عليه.